عسلمة. طيب باش نعملوا كريمه الزبده، باش نبداو نحضر وشطر منها، على خاطر لازم نحطوا الحليب والسكر على الغاز يغلي ونسكروا عليه ونخليه يبرد، وبعد نحطوا الزبده ونركزها بالباهي. يعني باش نبدا المرحله الاولى في هذا وخليه يبرد على راحته، اني نكمل نعمل الجنواز. يعني الروسيت اللي باش نعمل هذه تويكه روسيت سهله، المقادير نتاعها ماهيش غالية، يعني الناس كل كي يقدروا عليها في راس العام. باه طوي كي باش نبداو نعملوا كريمة الزبدة. كريمة الزبدة باش نعملوا هذايا 250 غرام سكر، سكر عادي، هذايا 200 مليلتر حليب، وهذايا عندنا هنا 400 غرام زبدة. الزبدة باش نحطها اكوتي، مانيش باش نستعملها توا. باش نحل الغاز نحط الحليب، سهلة على الاخر كريمة الزبدة راه، وتطلع بنينه وخفيفه وماهيش حلوه برشا، على خاطر السكر ماهوش برشا، ديجا السكر 250 ماهوش برشا. نحطوا معاه السكر، اني باش نحط الجو، باش نحط كافي. كي تحط جو كافي تنجم تحط سكر فانيل، كي ما تنجم ما تحطش، انت وشنو تحب. نستعمل فيها تحفون. ايمان تحكي على البوشادوي هذاك، انت تحكي المش جطب. وي مهدي نسمع فيك. وي عسلامة امينة. باهي مريم قلها ادخل، اني حلت الغاز الغلط بلاص الحل هذا بحذايا، حلت بجنبه. تعجبني اني كريمة الزبدة هذه، خطر تجي خفيفة شوية بالحليب، ميك تعملها سكر وزبدة كهو تجي قوية، تحس طعم كان الزبدة. وما نحبهاش بالعظام، فما اللي يعملها بالعظام يقولوا بنينه، اني الحق ما جربتهاش حتى مره، خاطرني ما نحبش العظام النية. فما اللي يعملها بعظمه كامله، وفما اللي يعملها بالابيض كهو. يمكن يجي نهار ونجربها بالابيض العظام كهو، ما نحبش الاصفر. تشوفوا الحليب يتبدل لونه، خاطر فيه برشا سكر، يتسمى اللون نتاعو شي يولي كيلي قري هكا، ما عادش لون حليب ابيض نورمال. دوبا لي يغلي الحليب ونسكروا عليه الغاز نخليه يبرد، خاطر هو كيبدا فيه برشا سكر، السكر تشد ياسر السخانه، يعني يبقى برشا باش يبرد، ويلزم يبرد على الاخر، سينو ما نجموش نحطوا الزبده فيه، سينو الزبده تسيل ويولي تحبلو باش يشد روحه، سينو ترسينا نحطوه في الفريجيدير باش يشد روحه. توا نستناو جوست السكر يذوب الباهي، ودوبا لي يغلي الحليب نسكر. دوبا لي يغلي راهو جوست غلبه صغيره، هذايا راهو علاش باش الكريمه نتاعنا تبقى مده طويله، ما تفسدلناش فيسا. يعني فما شكون يطلب فيه في الميسنجر يقص شويه اللايف، يعني وقت اللي يقص اني نعلق وكهو باش يعاود يرجع. كيما قلت لكم السكر يبقى شادد للسخانه. لا تعرف نسيت شنو نقول اي حاسيلو. هذه هي كيما قلت لكم نستناوه شويه. قلت دوبا يغلي، جست يغلي باش يبقى لاباس عليه. يعني تو انتم باش تعملوا خبزه قد وما كنتوش باش تاكلها كل فرد نهار، تنجم حتى تبقى 3 ايام في الفريجيدير، وانتم كل يوم تاكلوا شويه منها، تنجمش زاد تخليها في بيت ثلج. يعني بيت ثلج تخليها كان وقت اللي انت قاعده تعمل فيها، تعملها الكريم وتبيتها الليله في بيت ثلج، وبعديك تمدها تكمل تزينها وصاي، ما عادش ترجع من وقتها، ما عادش ترجعها لبيت ثلج صاي. انا نعمل فيها بعظم بالحق تجي قويه برشا. توا نجرب هذه ان شاء الله. توا اللي جربها الكل كي يجي يقولوا لي خفيفه وباهي، يعني عجبتهم يوليو يعملوا كان باهيره، وكل واحد وقو نتاعو. راه فما اللي يحب حاجه قويه شويه، فما اللي يحب حاجه خفيفه، الدنيا اذواق. يعني ما تنجمش تلقى الناس كل يحبوا نفس الكريم ونفس الحاجه، يعني اذواق. تنجم انت تعجبك هذه، تنجم حد اخر تعجبه نتاع نتاع العظم، كل حد وكيفاش. خلينا نحل الباب هاني جاي في الاثناء باش نبداو احنا طويل كي نخليو هذا يبرد، باش نبدا نحضر الكريم، باش نبداو نحضروا الجينواز. تشوفوا اللون نتاعو تبدل شويه، توا هو بدا باش يغلي.
هذا سي بون يتسمى غلي، قاعد يغلي هكا بشويه يزيه خاطر باش يبقى شادد السخانه. هو تو حطو اكوتي باش نبداو باش نبداو الجنواز. خليني ندور الكاميرا الغادي. باه تو باش ناخذو احنا باش نعطيكم المقادير تويكي وبعدها تو نقول لكم شنو باش نعملو بالضبط، لان هنا العظام تاعي ياسر صغار كيما تشوفوهم، هذا من هنا ياسر صغار. مسنس جيني اكبر شويه الكعبه نعمل 6 كعبات، هذيك جاتني صغار وليت حطيت 7. فاني باش تجيني الجنواز خفيفه نحبها خفيفه وزيد بنينه تجي، نحط فيها كريمه. اهلين شيماء، حط فيها كريمه، واحده فاني، واحده خميره، واحده فاني. هذوني ولنا هنا مادامني اني خذيت واحده كريمه يعني يلزمني الميزان نتاع الكريمه هذه فيها 44 غرام، هذه يلزم نحيه من الميزان نتاع الفرينه. يعني الفرينه نورمالمون اني على كل عظمه نحط 30 غرام فرينه، اني على خاطر العظمات نتاعي صغار يعني نحسبهم 6 عظمات، هذو الستة عظمات عليهم 180 غرام فرينه، 180 غرام نحيت منهم 40 غرام نتاع الكريمه، اللي مش باش يحط كريمه يحط 180 غرام فرينه، سينو اني حطيت 140 غرام. والسكر نحط 25 غرام على كل عظمه، هذه خذها قاعده، 30 غرام فرينه على كل عظمه، 25 غرام على كل عظمه. الصوت ضعيف ما نعرفش علاش الصوت ضعيف، اني قاعده نحكي بالقوي شوي، ما عنديش فكره علاش الصوت ضعيف. به تو يبرد الغاز شوي اني نقرب الكاميرا شوي خاطر الغاز مازال سخون ما نجمش نقرب خاطر السيبور حطيته اني على الغاز، اني قربت شوي اخرى. هي طب كيما قلت لكم خذها قاعده على كل عظمه 30 غرام فرينه و25 غرام سكر. سكر اني ديما نحبو اقل من الفرينه، ما نحبش الحاجه حلوه، نحب الجاتو تجي خفيفه وماهيش حلوه برشا. به تو كي باش ناخذو احنا العظام نتاعنا، هذه الزبده نتاع الكريم نحطها اكوتي خلي من بعد. تو كي باش ناخذ العظام نتاعي باش نقسم العظام، باش نحط الابيض اني ركز الابيض وحده والاصفر وحده، فما اللي يعملها يعني يحط سن. خليني نمسح العظمات خاطر مبلولين شويه، فما اللي يعمل يركب العظم الكل مع بعضه. يعني هي الجنواز راهو فيها برشا طرق، كل حد يجرب الحاجه اللي تساعده يكمل بها. اقعد اقرا لي ميساجات اقرا لي كومنتات. مريم ساسي قالت لك هاي، مريم ساسي قالت لي هاي، طفى هذيك طفى ما ترجعليش. قالت لك على السلامة. أهلا يا أمينة. ودرة قالت لك على السلامة يا تحفونة. عيشك يا درة يا تحفونة. نوالة بعثت لك كيكة واحد كيلو. باهي لهنا ثبتوا كي تحطوا الأبيض، كي تحطوا الأبيض وحده راهو رد بالكم الأبيض ما يلزمش يجي فيه حتى شوية أصفر. لا الأصفر مش مشكل يجي فيه الأبيض، مي الأبيض لا، خاطر كي يجي فيه شويه اصفر ما عادش باش تطلع لكم بالباهي. ايمان قلت لك انا نستعمل فيها تحفونه الصراحه، عرفت ليش ما نستعمل؟ ما عرفش ما عنديش فكره، بالك تحكي على الكريم كل حد ذوقه راهو. هو ايناس قلت لك بربي بوشادوي نتاعك منين شريته؟ لا قريتو ذاك الميساج من بكري، قريتو الكومنتات هذوك كلها قريتهم من بكري، قديم وجديد يتخلط مع بعضو. ام احمد قالت لك الصوت ضعيف، قريتو من بكري زيد انا جاست ناو تو تو قاطع هكا هما نعطيهوش. مازال الصوت ضعيف خميره، لا لا نحط خميره. سلام امال خليه الديريكت عايشك. ايه اوكي باش نخليه، ايه باش نخليه الخميره، باش نحط خميره واحده باش نحط. فما اللي يعملها ما غير خميره، اني يعني باش نعملها على كل كوش جويده، الكوش جويده تنجم تعملها زاد بلاش خميره كيما تحب انت، يعني نحب نعملها بالخميره خير. اللي يخاف لانها الجاتو نتاعو ما تنجحش وتطيح والحاج ديما يعملها هكا كوش جويده خيره،
كوش جويد وتقسمها سواء انت تعمل ملول في الطبق نتاعك اللي تحب عليه انت تعملها مدوره مثلا ملول في الطبق هذاك وتعملها بالبوشه دوي تعملها كتحلها تعملها جويده برشا سواء تعملها في بلاطو مربع وتقسمها على اربعه مثلا تحب تعملها اربعه تيقان تقسمها على اربعه تقسم على اثنين ساعه ملول بعديك كل وحده تقسمها على اثنين زاده مره اخرى اني هيك باش نعمل توكي باش نعملها في طبق مستطيل وباش نقسمها باش ما تكونش يعني كبيره برشا وزيد باش نطيب على مره واحده ما نعملش في قداش من واحده باه توا كي لنا عندنا السكر ناخذ السكر ونحطو شطر نتاع السكر يعطيك الصحة أمو العيشك يا سيهاء مونتريستي عرفتي باهي السكر نحطو هيك شطر مع مع الأصفر العظام ونحطو الفاني زادا معاه انتي باش طيبها في طبق الفور وبعد تقسمها اني ها باش نوريك الطبق باش نطيب فيه طبق هو مش نتاع فور شريتو اني هيك حاضر يعني هو فرشت عليه ولا ما نعرفش قديش الطول والعرض نتاعو المهم فرشت عليه هكا بابي كويسون وش نطيب فيه وبعد نقسمها تو كي باش نحط الابيض يتركز واني باش نركز الاصفر بهذا الابيض نحطوه يتركز شويه وبعد نحطوا له السكر بيتوي باش يولي لكم برشا حس خاطر باش نخدم الروبو باش نخدم الركاضه هذه باش يولي برشا حس حاسيل وانتم باش تخليوا لي ميساجاتكم ولا كومونتيراتكم واني تم بعد نجاوبكم خاطر ما جابش نحكي تو يعني صوت قوي يبدا انا هكا كنعملها في طبق الفور ونقسمها تجي اسهل تجي ناجحه يعني 100% ويام قاعده نعمل في جنواز وكريمو بير عملنا شطر الاول نتاع الكريمو بير وتو باش نعملوا الجنواز وبعد نكملوا كريمو بير نتاعنا حطيت الفور يسخن لازم نحط الفور يسخن قبل بدرجين هذايا ابيض العظام نتاعنا هنا ولا يابس هكا شويه طيب نحطوا عليه باش نحطوا عليه الاصفر وبعد نزيدوا الفرينه خليني الفرينه باش نحط ساعة الكريمه فوقها وباش نحط الخميره باش نحط الاصفر فوق الابيض وبعد نحطوا عليه الفرينه لا 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 حس ما كانش اي نقطه
طماطم طماطم تصبر ساعة تطلب هيك جروب كالعادة تطلب فيا نحيني من الجروب انتي معايا قلت لها هاي برا مشي برا مشي مهدية هاي جغسل اللي معه نيش حط في الغسلة حط مش بدي رحتي باش نرتاح حط في الغسلة دي جام زلت شوية وتتعب هنا حطينا نقرب لكم شوية باش تشوفوا لنا كي باش نخلطوا راهو يلزمنا نخلطوا بس ياسر رأيوا بشوية ملي هذه زيد نحطها حط ظلام خي انت وقتاش جيت ما كي جيت الدنيا ظلمت ديجا الفرينة نغرب ليها جيس باش يتنحك الكعابر اللي فيها وكهو باش ما يقعدوش مكعبرين في القدر ولنا التحريك اوزن نحركو هيك بشوي نقلبو الباس كهو نحركو هيش بالقوي أيوب شبيك يرينا نقسمها على مرتين كهو مش لازم اكثر شوف يا ماما ما عادش كهو برا يا سميرة برا ايوب تلعب بالضوء باش نحطوه في البلاطون تاعنا
سهام عندها ولد اسمه أيوب. أي ولدك يا سهام؟ حسرة أيوب كبر ولا راجل راهو نذكره صغيرون. أيوب يمشي فيسا طيب في اي جاتو سهام قولها شوفي شبه لولدك ولا ما نجمتش كلها كان شي يغطس في الجاتو كان ماما هزيتي الاخرى حسيت بها هذه انا هي الاخرى لا الاخرى على فسح حشتي بها بالطبيعه يا ما علاش ما عطاتني شويه هذا شوش هذا ماما لازم ناخذ سكر هذه زينو بقات قداش فرينا وسكر لا فرينا حطيت 140 غرام فرينا والسكر 150 خاطر الفرينة نقصت من الفرينة باش نحط الكريمة عملت شوي بيت ما حطيتش الخليط الكل في البلاطو عليا خاطر ظهر لي كأنه يطلع برشا وليت حطيت شوية اصبر خلينا نحط هذا في الفور وبعد هذايا ماماتلينا هذايا جنواز فاني ترى بعد شويه ياسمين خلينا نحط في الفور بعده بعد على الفور شي ناس فوق بشره نحطه في الفور وبعدها نكمل نحط الخليط في الطبق هذايا ونتلهي بكم نقول لكم على الروسيت من الاول جديد ديجا اني راه حطيت ليان فيه فيديو نتاع برسك نفس الروسيت هي راهي زاد هيك بالكريمه مي ماهيش هذه خبزه يعني طيبتها خبزه كامله هذيك وهذه طيبتها بالفرشات ايوه انا قلت لكم اني خاف انها ما تنجحلوش والا تطيح الخبز كي قلتوا يعمل هيك بال الفرشه جويده باهي صحي ماما انت تحل وحده وتعطيني وحده نعطيها لايوبه لحظه انت فهمت تعطيها ايوبه اي ثم بعد هذيك وين هي شريكة؟ هذيك وين في وش الأيوب باش يبقى تحسب روح ويطيش اشتغل ماما يتو أني خلاها في إيدين وأكلو لا عليش برشا فلوس برشا فلوس ليش ولا مريم تاخو كلام مهدي صغر عقلك وبرك تو يحب يخلص 5 غو وانت تحكي لي على اوكي برا نو هدية صغيرة برشا تبزع لك هيك مارا شو وقت ما تعطيهاش برشا باش ما تبزعش مارا شو وقت يلتي اسمع هذا باش يربحك على الاخر شي وكلوا لي غرطة انت تعمل عليا انت هو ما يعرفش ياكل باش ياكل لك ولدي اسمع كان تحت ما تقولش انا خذيت لك بالعينة طلعت الكلبه طلعت ريحتها زاد اني نعرفها كي تطلع ريحتها ماما زي راهي باش تطيب راهي طابت راهي بدات تطيب اني غادي كي تطلع الريحه نسكر عليها بالله هذه خطر قوي الغاز شويه من الفوق هذيك علاش في طلعت مش على خاطر طابت غادي والله مقمرتها شميت ريحتها نسكر من غير ما معناها راهي طابت هي راهي جويده في صافي كي تبدا جويده لا كي تبدا كبيره لا حاجه اخرى اما كي تبدا جويده هيك هيك جويده في صافي
ما يقول قاية مش تحسها كأنها عاقلة شوية ولا هي هكا كتجي أصلا نو كتجي خطر كي تركز الأبيض واحد والأصفر واحد وراه توليك ما عادش كجيرية تولي شادة روحها خطر فيها الهوية وهذه باش تجيني جويدة برشا انا سقطت اما خير كلمه الزبده والا كلمه موسلين تجي اني الحق نتاع ربي من ما نحبهاش برشا كريم موسلين ما تعجبنيش في الجو برشا عباد يحبها راه يعني كل واحد اما في يعني في ال... باش طلع الكزين خلينا من المطعم هي كريم موسلين تنجم تقول تشد روحها في الزينه قالت لك اما خير هي الزوز كيف كيف الزوز بهين الزوز يشد رواحهم الزوز يزينوا كل واحد شو يحب مش باش نكمل على الطبق الكل على خاطر جاتني باش تجي جويده برشا هيك كان باش نكمل على الطبق الكل سمعتها كان هذيك يحب على حاجه راه مش يخرب يعني شبعني بها يعني على خاطر انت ماكش فاهم لكم الاخرى قريب الطيب باه تو انا باش نحط هذا هو مازال ما بردش في الباهي ميك نصب هكا بشويه تو يبدا يبرد ريتيان شقتلك اه كريم هني مازلت دافي تو طيح لي الزبده كان خليني نخرج قتلك البرة باش تبرد في صح كل واحدة اللي نخرج بها انا واحد معي شنيا هذي استنى اي جنماز حضرت فيسع فيسع تحضر الحاجة الباهية انها فيسع تحضر وصون فرصو ناجحة من غير ما تقعد تعرش عليها تطيح لك والا تبدا مريقله ما تعرش عليها كي تبدا خبزه كامله ولدك مادام جاب هذه باش يجيب حاجه اخرى باللار مش هيك باش يبدا يجيب ويحطها يظني باش يحول لك الكل هنا خليني نحط الموكا من تو قداش سكر في كريمه الزبده كريمه الزبده نحطوا 200 مليلتر حليب 250 غرام سكر و 400 غرام شو اسمه زبدة امين جات من بشوف هذا ما باش نكملهم لك كمل على روحك الله والله بدك في معاش هيك البرشا معاش هيك البرشا واحد يا غرد قبل ياكل ياسر يكمل يتعشى منا ياكل يغرف منا باش نحطو الزبدة وي ماما ما تمسش مهدي سيلتو بلي جوري حطك نفس الكراماتو هاي ما شفت يلا نشوف فيديو تاع ماما شكون في شغلك انت ولا امير اللي قلتو احلى يلا جوري تاكس اكيد باش يطلع اكيد باش يطلع الجاتو نتاعها هي خير خاطر هي باش تعملها نتاع عيد ميلاد ها انا بعد تعطينا رايها في الروسيت وكا حضرت الجنواز نتاعك جوري قلت حطتها في الفور هي مريم تخرج لي الجنواز دي من الفور
أني قد كبتوهم زوز ونعملوا تصويت. أني مسنت الكريم يعني هذه الروبو شريتها جديدة راني ما عندها شهرين أول مرة نستعملها في قتل. ومسنت الكريم نبقى برشا نركزها بالركاز هذاك اللي باليد. توا برك الله شوفها في ساعات رجلت. خليني نحركها شوية نشوف من اللوطة لعل مازال شوية. ربي الكل دك. لعل مازال من اللوطة مش مرقد باهي. باش نزيد نخليها تتركز اكثر هو شويه ماشي كيفاش يعني بحق الروبو هيك توا لاحظت اني الفرق لا جست ناموسه هي كرستني ما يجيش ما يجيش دقيقتين خليتها توا تتركز حاسني في قلب الناس باهي في الاخر لان هنا بعد ما كملوا ركزوا هذا بالباهي بالباهي مريم هاي ماكل ايوب نحطوا نص كاس زيت حطوا نص كاس زيت حاكمه بالحق مش زيت زيتونه بالحق نص كاس مشكل كبيره اي بالحق يا مريم مش قداش مره نقول لك حط الزيت ولي ليس قد يابسه باش تولي لا في الحالات الكل كي باش تولي ليس زي الزيت نحطها باش تولي ليس وتولي تتفورم لك بالباهي في الجاتو تاخذ الطوع يعني باش تزين بها تاخذ الطوع شديمه نجي نزين لا شنو شدو وقت واحدة خلي نعمل توا بعديك نعطيك تذوق لا مش من هيك مش من هيك صغار كل حاجة نعملها لازم يذوقوا منها شفت الفرق ما بين بكري كيفاش كانت كيفاش توا ولات ليس اكثر توا ديما نقول لك حط الزيت مش ببالي تحط الزيت كي تبدل الكياسة باش شوف الكريم كيف هي انا تعرفش تعمل معنا شفت شاده روحها على الاخر هاني وليس تحسها طريه يعني كي تشوف الملمس نتاعها يعني سمحه وتلمع وكل شيء ما هي شكل يابسه وما هي شكل طريه يعني ما تشدش روحها ايوه وانت تبدا شاده روحها على الاخر اني هذيك هي من المشكله علاش نقول لك ديما تطلع لي سبب الزيت مش بالي كل ما تكلمني تقول لي راهو ما نحط الزيت مش ما قلتليش كنت تونا تعلمت هذه والله نسمع وفعلا تقول علي نحط في الزيت صار انت ما تعملهاش تقعد تشكي لي وجايبه من عندك ونقول لك حط الزيت وانت
ماشي بالي كان كي تبدا لي يابسه ياسر ولا حاجه هنا اوبسيون معناها تحط فطيره زيت هكا الزيت ما يطريش في بالك انت كي تركض الزيت وعظمه شنو شفتيش كيفاش تولي يابسه كل ما تزيد زيت كل ما تيباس اه وي حتى صحيح حتى المايونيز المايونيز يركضيو بالزيت والعظم باش خساره خلطت مخر ما يصيرش تو خليه اللايف يا فاطمه وتفرج عليه من بعد انا ما نحبش نطول برشا ما نعرفش احنا تو قداش وصلنا الوقت المهم باهي قالت لي ساعة أمل أمو العجينة 5 لتر قداش تعجن كيلو نورمون مادام 5 لتر يعني 5 كيلو خاطر الليتر بريسك كيما الكيلو راهو ما ديما يكتبوا عليها 5 ديما تعجنش 5 اعجن 4 خير ديما ما تكثرش على العجينة ما تكثرش عليها باش تداوم لك كل حاجة راهو تحملها أكثر من طاقتها ما تطولش معاك ما تعمل القهوة قوية حطيت برشا من الان نو صبا مع القد ما يبانش راها يعني حتى انت ترحي فيها هكا وحدها صافيه اهبل ما تجيش قويه هكا يا امال هي لا لا, لا آه بالنسبه للزيت لا ماهيش قويه ما تجيش قويه بالعكس برشا بالعكس الروسيت هذه اللي عطيتها لكم راهي خفيفه على الاخر تجي بالنسبه للقول الكافيه كل حد يحط شنو يحب اني صبيت كيما يجي من هي اختي قالت لي تو راهي قويه شويه تعمل لا 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 قويه كي تاكلها حاف بالطبيعه كي ناكلها بالمغرفه باش تكون قويه مع بي تو باش نعمل المونتاج نتاع الجاتو فيسع فيسع كل شيء هو ما بردتش راهو هذيك هذيك اكيد بردت انا باش نعمل بالاخرى راهو هذه لا هذه حطها اكوتي غادي وخليني نجيب هذه من هنا ربي السباتيل ده اللي انت حطيتها في الغساله هذيك مش هي باتيل اللي في الغساله كل الحديده اللي خليت بها اني هي هذه هي جنواز اي اغسلها لي ربي هذه هي جنواز اللي عملناه خلي نحي هذه ده تويكي باش نحيو ولا باش نحيو الجنواز هذه خلينا نقلبها في حاجه اخرى باش نجم نحاها ونحي الكاغت منها نحدد بلاطو بربي سنني مي بلاطو غادي لقيتهاش معقول بالك خلاوهاش كوتيه هني ولا حاجه لقيتهاش في الكولا ماشي يلا ماما يلا ميمي صح عليك بحذاك اختك ربي يفضلكم عايشك يا فاطمه ما عندهاش برشا حتى هي تسمع ملي جيت كيف تعمل؟ تاكل في الشوكولاتة بيتين تسقيه كل شيء جبت البلاستيك بلاستيك ايه بيهتو اني مش نقسم هذي حاول اني نقسم بهي اني باش وش نقسم طو باش تقيس تقيس بالبوشيت باش نعرف وين النص متاع الواحد قيس منا لا هذا يشتري الريحة لنا شي صغيرونا لازم نفيد لها كبير ها؟ شوفها من الداخل هذيك فنيه اوزر جيده
باهي خلينا نحضر السيرو. السيرو كل حد شنو يحب يعمل، تنجموا تعملوا جست سكر وماء سكر فاني، والا والا كافي يعني طيبوا قهوه، وقهوه سوا قهوه نسكافيه ولا كيما تحبوا انتما. هي سخونه مازلت، حضرت قهوه باش ندهن بها، نحط لها شويه سكر مازلت سخونه هاني في سعيدو بالسكر. ماما يا ماما فما انيفرسير؟ لا ما فماش انيفرسير. نعمل قلت وكفي الانيفرسير. الانيفرسير نتاعي نتاعك وانت الانيفرسير كل البوزي الروسات جنواز. جنواز هنا حطيت لكم الايام تاع تاع فيديو فيه كل شيء، فيه جنواز وفيه الكريم. وهابش نزيد نعطيكم هذه، حطيت فيها 150 غرام سكر و 140 غرام فرينة، وشكرا كريمة فاني، وشكرا خميرة، وشكرا سكر فاني. باهي لين هني باش نبدا نعمل الواحد. شفتوا الفرشة هذه فيها قشرة هيك من الفوق، تبدا فيها قشرة الفوق، ادهنوا بالباهي اسقيها يعني بالباهي الجنواز، سينو تنجموا تنحيها. اذا كان نحات لكم نحيها، واذا ما نحيتوهاش اسقي بالباهي وكهو. راهي خبز الجاتو كي تزينها وتبيتها في بيت الثلج ديما تطلع لك ابن من اللي تعملها وتاكلها على البلاصه، خاطر كي تبيتها في بيت الثلج وتعاود تمدها تذوب وقتها تولي تشرب تشرب الكريمه نتاعها وتولي طريه يعني بالباهي تولي ابن. كيبدا الصوت عالي شويه قالك يتحسب حقوق النشر قديمه، غاني غنيه قديمه نتاع حتى القدم عندهم الورثاء نتاعهم، ما عندهمش حتى القدم عندهم الورثاء نتاعهم. انا فيغسيغ نتاع مريم ملايين ما انا فيغسيغ نتاع حتى حد ما علاش مريم قالت لي شنو قالت لك؟ قالت لي يحط الكافيه فيها. باهي شفتوا هذا، اذا كان عندكم بلاطو انتم قد الوحده هذيا باش تعمليها ديما تحطوا في البلاطو خير تجيكم مرتبه اكثر، تشد روحها بالفيسع يعني. مادي يخرج مقص مهدي يزيع ماما زادني نحب نعمل ماما زادني نحب نعمل ماما سلتو بليم اني نعرف نعمل حط السكر اني ولا سيبهم في السكر ما فيهاش نشربها هكا نتاعك لم تعدد تبع السكر بجنب الوحدة بجنب القهوة. ها؟ حتى نحط لك أكثر حاجة تعجبني ريحة القهوة. وبعديك نستويه هكا سهل باش تستويه خير ملي تحط ديريكت بالواحد راهو يطلع لك اسهل. يعني انت تحبني طبعا نغني باش يقعدوا يضحكوا علي العباد ما قلتلكش غني والله اسمع وانت ساكته الغالب ما تنجمش ما تنجمش ما تنجمش نحطو في الدار نبدا ما ينسقي لا لا هنا بالسكر نو ما بلا ما بلا يبلوكيو امه ها يا اخي ما بلي ما بلا
ما بيني ما بين خاتك ابدا. مهدي سيلتو بلاي يزي ولدك يخمجها الدنيا كلها. انت ذا اللي تحب اللايف يتقسم يبعثوا لي حقوق النشر ولا انا فيها حقوق؟ شنو حقوق؟ شكون قال لك يا مريم؟ وحد عاد شفيتي ام كلثوم فيها حقوق النشر في بالك وفي بالك؟ ام كلثوم هيك احنا ما عندناش. شنو ما عندناش؟ ما عندناش ما عندناش ما تعرفوش فيها ما عندناش. بس خفتوا تدير شنو هبطت على قالوا لك فيها حقوق النشر طبعا. شو استعملوا وقتها؟ ماما ودنا نحلل كيفك تعمل في حنش؟ ماما هذه لعبة الحنش شوى. نحن نلعب لعبة الحنش. حنش؟ نحن بهي برشا لعبة الحنش. ايش بيكم؟ ايوب يعرف هاي ابعدوا غادي يعني ما عادش نجم نتحرك يعني راهو واحد منا واحد منا واحد ورا ما عادش نجم حتى نتحرك اليومك كامل. ماما لسه بعد بعيد على خاطر ايوب شو اللي يحب يطلع لي بعد 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 الكرسي هاي خل روح من انا مروح اقوم شكرا ياسمين و ياسمين وايوب يتعاركوا. مريم ماما مريم ماما ويمو لازم نلعب لعبة الحناس. تيزي تيزي ما بدنا نلعب لعبة الحناس. بدنا نحن لعبة الحناس. انت كنت تلعب في لعبة الحناس؟ في لعبة الحناس كان للكبار قبل الحاجه اللي ما يحبونيش نعملها كان للكبار. هذه كان للكبار اللي ما يحبونيش لان كلها هذه كلها كان للكبار مش باهي للصغار. هاي ما نلبس ناكلها اقعد تنكلها وحدي محسوب وزاد ما نلبس نعمل تخافين تاعي زامد لافي بالحق زامد لافي اي زامد لافي. أنا بكري عطيتك الخبز من دار مريم وانتي من دار اسكت خلنا نحكي اسكت خلنا نحكي هاكم تشوفوا هذا هو هذا هو المونتاج قاعدة نعمل في المونتاج تو بعد شوي نعاود نرجع لكم على خاطر الراجل يطلب فيا. جولي جولي نجم نحطها؟ شفتي يا ياسمينة عاوز الله اي جمد وجهك شطقت كان انت ما مديتش وجهك كي تعملوا انا رجعت لكم كي تعملوا جاتو يعني باش تعملها لعيد ميلاد ولا اي حاجه شفت الفرشه هذه الاخرانيه اللي تحطها ما تعملولهاش السيرو خليها كيما هكاك وحطوا فوقها طبق مستوي ورزناها بحاجه بمهراس ولا باي حاجه رزناها باش هي تشد روحها كيما هيك وتولي مستويه على الاخر يعني حتى في الزينه من بعد تجيكم منظرها مزيان وحتى باش تحطوا لها الشوكولاته ولا حاجه تجيكم مرتوبه على الاخر يعني هذه كيما قلت لكم يعني جست هيك نتاع باش ناكلها توا ماهيش نتاع حتى مناسبه جست حبيت نوريكم الجنواز وحبيت نوريكم الكريم وكهو وجربها وانتم وتفنوا انتم وريوني ريزلتا في الاخر وعطيوني رايكم روسيت باهيه ولا لا. اقتصادية يعني متكلفش برشا كان جيو تحسبها تلقاها خيسة على الاخر نجم تحطو سواء لوز ولا اي حاجة في الخليط من الداخل يعني في الكريم زي ايوب والا تحطو في البات هيك يعمل لي كنها انت يحب حاجة شو يحب تو مثلا يا تعطيه ذو يطلع فوق الطاولة اطلع اطلع حب يطلع ذا فيه والا ياسمين طلقت حاجه من طلقت ياسمين هي في الاصل مريم اوزر متاعي حطوا غادي
عندي لونتي زادان وبيت عندي كيف عبد الله كلهم زرعوا اللونتي اليوم عرضوني كل خلينا بدي نشوف احنا زاد في ليكور كلهم خارجين بيه ليه من عرش مهدي مهدي من عرش عمل لونتي ولا ما عملش اسمنا مهدي يزرع اللونتي ولا لا ليه ده اللي كان مهدي ما ريتوش جايب معاه لونتي بابا ماش نتذكر شنو ياسمين قال صفون بابا ما نجمتش حتى نخدم رانيا واحد بجنبي منا واحد بجنبي منا ونقعدي نلقى زوج شكون اي يعني واحد بجنب من هنا واحد من ايوب والله الا نجمت نتحرك يا ياسمين بلينا على الكافيه هذه علاش الاخرى ما عجبتكش هذه جاتني قبل في كافيه عاديه على خاطرها الاخرى تعرف علاش فيها السكر ديجا من نقولوا يمكن انت جاتك حلوه شويه ممكن نحلو قهوه حل انت قهوه ايه انا عندك ماكينه قهوه كلها عامله الجاتوات وكهو فكره طبعا نخدم لك هنا الماكينه بتاع القهوه هذا اللي بيه تسخى نسدك الحسابات ناخذ فلوس دادو لا ياسمين فاش تعمل طويني نعمل في الواحد وانتي تمس عملها نايكت حتى من قدو نايكت عقب ال شو من نايكت حتى كل قدو موش نايكت كهوة تدخل للانستغرام ديجا كل الناس بالنايكت الشعب الكريم نايكت القهم غادية قدوات نايكت أيوب صغيرونا وعالية اي جات عالية ليها ماهيش مستوية بالبيه خاطر نورما ما نقص الحواف العجنب وكل شيء ميك تبدا كبيرة هذيك نقصهم ما نخليهمش نخليه كان نظيفة مثلا كيما البلاصة هذي تسمى نظيفة شوية مي مادام صغيرة انا باش نزيد نقزمط فيها تولي ماهيش باهية الزبدة من الثلاجة وتخرجها قبل الوقت اني الزبدة هذي استعملتها ما حطيتهاش في الثلاجة جملة جملة راني استل كان البرة حطيت منه وديركت استعملتك هاو كيما قلت لكم خاطر الدنيا باردة مش كما في الصيف في الصيف راهي يلزمها من الثلاجة ما الدنيا باردة طبيعي كي مغير ما تحطها في الثلاجة طبيعي كي باش نزينها ما عارش اي حكاية اي حكاية نعمل اي حاجة ما عنديش حاجة في مخي ما عنديش حاجة في مخي باش نعملها حتى الشوكولاتة نوار ولا حاجة ما عنديش اموا باش نعملها باش نعمل اي حاجة حط الدوي وهي بالنسبة للكتو كي تبدأ باش تخليها يعني تخليها هيك مستوية بالكريم وكهو مش باش تزيدوا فيك ولا حاجة كما كيف عملوا الكوش تبدأ صفا كي تبدأ باش تزينها بالكريم آخر يعني زينة أخرى من فوق عملوا كوش خفيفة من اللون متاع الكريم وإلا باش تعملها بالباتا سيك خذ هذا كوش خفيفة حتى باش تعملها بالشوكولاتة كوش خفيفة زي. باهي اما نعمل هكا فلوخ ولا نعمل هكا نجم هذا والا نعمل هكا شنو اخر والا تجي هكا هاي اختيروا انتوما انا هنعمل هاي ماما اختيروا
خير وانا هي نعملها هذه هيك جست سامبل عاديين ولا هيك نمشي وندور كيما هكا والا كيما هذه والا وردات كيما هذه هكا نحب هذه انا هذه ها شو نقول لك هذه الدويه نتاعها اكل الحزوز نتاعها اعرف اي اكبر هذيك تعطي منظر في فلوغ دو بي اعمل كيف هيك الدويه هذا ما بدها كبيره وجوست اعمل بيناتهم وحده صغيره ايوه بعد يزي ماما خلينا نكملوا هذا تو نعمل هي نورمالمون راهو الزينه باش تظهر لازم يكون كولور مبدل ماهوش نفس الكولور انا مش نعملها كولور نفسه الورد باهي تو نعمل الورد اي سيبو خلي بيناتهم شويه سباس باش تحط حيدات سيرونات خليتش شكون هذا دزني خلي واو كان ياسمين جبتها عيد ميلادي ياسمين هو صحيح مش عيد ميلادي اليوم ما نساش نعمل قوم قواعد ميلادي مسيرش خاطر ما عملتش هاني هاي بعت مسيرش بعد كيف بدنا الصالونات توا ماما نجم ماما حاجه توا نحطها بعد كخ 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 ياسمين حبت او مليو كور نعملو لها او مليو كور هكا هو ماما وانا عملي اوخس باهي خير هات اوخس دركنو كور طلع مش مزيان دركش حطيت حتى شي باهي مش مشكله في جبت ياسمين المهم عجب ياسمين المهم خاطر ياسمين انا عملت البلاستيك هاو باهي هذه هي لقيتو هاكم تشوفوا العلو نتاعها عاليه تتسمى ماهيش مرقله بالباهي من الجناب على خاطر ماهيش كيما قلت لكم ماهيش مقصوصه من السبيك هاو هكا النايكد يا مي هذيك هي السراول مقطع رانا في عصر السراول مقطع بس نورمال كانت هكا تبدا ان شاء الله تو نهير اخر نعمل لكم حاجه مزيانه هذيا كيما قلت لكم جيست باش نوريكم الجنواز وباش نوريكم الكريم وكهو انتم تفنوا انتم تفنوا اعملوا حاجات مزيانه وريوني هبطوا في الجروب وريونا ادعاءكم عاد اشتركوا في القناه وراسنا عامه وريونا هاي تو نقول لكم باي باي ما نطولش عليكم ديجا لايف طوال برشا ان شاء الله نجيكم في حاجات اخرى هاي باي باي